السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم دي كب كيك بطريقه جد سهله وبمكونات اللي جد بسيطه وناجح كذلك 100%، وبخليط واحد كنديروا جوج ديال الانواع. ما نحرقوش المراحل، كنتمنى تشجيعاتكم والبارطاج كومونتيرات زوينه والبصيمات، ويلا هون نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي ناخد 250 غرام ديال الدقيق الابيض، ساشي ديال الكاكاو، ساشي ديال الفاني، جوج خمارات، كاس ديال الزيت ما يكونش عامر شويه، كاس ديال الحليب، كاس سنيده، طاز دانون بالنكهه ديال الفاني، وكذلك معلقه ديال روح الحامض او القشور حامضه، وجوج ديال البيضات. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ البيض ديالنا يكونوا بدرجه الحراره ديال المطبخ، ما يكونوش يعني في الثلاجه من قبل باش يطلع لكم لي كوب كيك ديالكم مزيان. وكذلك نضيفوا عليها سكر سنيده، ساشي ديال الفاني، وغادي ناخذوا الطراب الكهربائي اولا غير الطراب ديالي، الا كنتو قادين انكم تطربوا خصكم شويه ديال الوقت. وغادي نبداو نطربوا البيض حتى غادي يتضاعف الحجم ديالو، وكذلك اللون ديالو غادي يتبدل كما كتشوفوا معايا، من صفر رجع الكولور ديالو هكا بلون كاسي ولا كريمي كما كنقولوا. غادي نستمروا هكا واحد شويه، ومن بعد عاد غادي نضيفوا المكونات الاخرى كما غادي تشوفوا معايا. غادي نضيف الزيت على جوج ديال يعني هكا على جوج مراحل، وما غاديش نطرب بزاف غير على ما يتخلط لي داك الزيت، وغادي نحبس باش غادي نضيف المكونات الاخرين اللي عندي. كما شفتوه خديت هنايا الطاس ديال دانون، غادي نضيفو حتى هو، وغادي نضيف كذلك الكاس ديال الحليب هانتوما. وللاشاره بالنسبه للحليب، خصو يكون الحليب يكون بارد من الثلاجه، ما ديروش الحليب سخون، راكم عارفين الحليب سخون مع البيض غادي يضيع لكم الخليط ديالكم. ودابا غادي نضيفو ساشيات جوج ديال الخماره ديالنا ديال الكاطو، وكذلك غادي نضيفو الدقيق 250 غرام ديال الدقيق. سمحوا لي على الصوت، كنتمنى انكم تقبلوا عليا، صراحه الصوت ديالي بعيد عليكم، راني مريضه كيمشي لي الصوت ويرجع. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح وتقبلوا عليا، وكذلك تشجعوني بالبصيمات ديالكم والبارطاج. ودابا من بعد ما دفنا الدقيق والخماره، غادي نحاول انني نخلط غير بشويه باش ما طيرليش هكا لا فارين وتخرج على برا. كما كتشوفوا معايا غير شويه غادي نخلط، ماشي بزاف، يعني ما تخلط لي هكا الدقيق مع الخليط ديالي. ومن بعد غادي نحبس باش غادي نضيف واحد المكون سحري اللي هو اللي كينجح لي كاب كيك بالنسبه لي. لي انا معلقه ديال الخل، يعني ما تكونش عامره ولكن ضيفوها في الاخير، كيلعب واحد الدور كبير، كتحصلوا على واحد لي كاب كيك كيجيو يعني هكا بحال البونج رائعين، وغادي تشوفوا معايا النتيجه. ما نحرقلكمش المراحل، خليكم حتى الاخير. هانتوما كما كتشوفوا، من بعد ما خلطت الخل ومع العجينه ديالي اولا مع الخليط ديالي، دابا غادي نقسم الكميه على جوج ديال الكميات هانتوما، باش غادي ندير جوج ديال النكهات. وحده غادي نديرها بالليمون، نتوما تقدروا لما عندكمش هكا النسمه ديال الليمون تزيدوا قشيرات ديال الحامض، كل واحد كي كيسميه، كاين اللي كيقول له الحامض، كاين اللي كيقول له الليمون، حنا كنقولوا له الليمون. هانتوما كما كتشوفوا غادي نخلط مزيان النكهه ديالي حتى غادي تخلط لي مع الخليط، ومن بعد غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز كذلك باش غادي نخلط الكميه الثانيه بالكاكاو. كما شفتوا غادي ناخذ هنايا واحد الصفايه، وغادي ندير فيها الساشي ديال الكاكاو كما كتشوفوا، باش غادي نتفادى داك الكويورات ديال الكاكاو ما يبقاوليش هكاك في الخليط. غادي نحاول انني نخلطهم مزيان حتى يندمجوا لي المكونات مع بعضياتهم بالنسبه للكاكاو، باش ما يبقاليش النص ديال الخليط بيض والنص ديال الخليط فيه الكاكاو. هانتوما كما كتشوفوا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الحليب غير بالنسبه للخليط اللي فيه الكاكاو، راكم عارفين داك الساشيه ديال الكاكاو حتى هي غادي تلعب دور، وغادي تجي لنا القوام ديال الخليط يجي لنا قاسح. اللهم كنضيفوا داك المعلقه، نتوما كي كتشوفوا كتجي رائعه رائعه، لا القوام ديالها ولا كلشي. ملي كنزيدوا داك المعلقه ديال الحليب يعني ما كيبقاش الفرق بينها وبين الخليط الاول اللي منسم بالليمون. هانتوما خديت هنايا هاد البلاطو ديال لي كاب كيك، درت فيهم الكويغطات هما الاولى فوالا، واللي ما عندوش هكا الكويغطات ولا يقدر يدهن هكا غير داك لاطاس صغيره يدهنها بشويه ديال الزبده، ويدير عليها هكا شويه ديال لافارين، ويدير فيها يعني ديريكت، يعني كاين الحل، ماشي لابد ان الكويغطات يكون غير. سمحوا لي قبلوا عليا هاد النار مع الصوص ديالي، راني كنحاول انني ندير الجهد ولكن الله غالب، يعني هذا هو جهدي عليكم غير، سمحوا لي والله.
هادشي ما كان كما شفتو. غادي ناخذ هكا الخليط درتو انايا كل واحد في الكويس باش يجيني هكا ساهل انني نخويه في الكويغطات وما يتزل عليه على برا. غادي نخوي هكا في الكويغطات ماشي نقولوا نص ولكن اكثر من نص باش يجيكم لي كاب كيك يجيكم يعني هكا طالعين على الكويغطات. خصكم ديروا اكثر من نص ديال الكاغيط يكون عامر بالخليط. كذلك غادي ندوز الخليط ديالنا اللي بنك هاد الليمون نفس الطريقه. ما غاديش نعمر الكويغطه حتى الفوق وكذلك ما غاديش ندير فيها غير النص. غادي ندير شويه زياده على النص باش غادي يجيوكم تبارك الله عالين ويجيو عندهم لا فورم زوينه ديال لي كاب كيك. ها نتوما كما كتشوفوا دابا غادي ناخذ بالنسبه للتزيين انا عندي هنا دي بيبيتو شوكولا نوار غادي نزين بهم لي كاب كيك اللي بالكاكاو كيجيو زوينين هكا صراحه بالنسبه للوليدات. ودابا الدخول المدرسي وهذا يعني كينفعوا صراحه تقدروا تحتفظوا بهم يعني كيجيو رائعين رائعين. وهانتوما غادي تشوفوا معايا النتيجه صراحه غادي يعجبكم وانا متاكده ان شاء الله باذن الله. هانتوما زينت هكذا باللي بيبيتو شوكولا بالنسبه للخليط اللي فيه الكاكاو وكذلك زينت هكا الخليط اللي فيه الليمون اولا الحامض زينته باللوز ايفيلي. وانتوما تقدروا ديروا هكا لي فخويسيك اولا ما تزينوش كاع حتى الاخير تزينوا بنواد كوكو ولا اللي بغيتو. المهم انا يعني زينتو هكا بشويش ديال اللوز ودابا غادي نمشي ندخلهم للفران على درجة الحرارة ديال 180 درجة وردو معاهم البان. راكم عارفين ما غاديش ياخذوا واحد المدة في الطياب. انا عندي الفران ديال الضو كنديرو هكا في الوسط ونشعل من الفوق ومن التحت 180 درجة وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. هانتوما كما كتشوفوا خداو لي هنايا تمن 30 دقيقة في الفران 180 درجة وها هما خرجتهم تبارك الله محمرين من الفوق ومن التحت. غادي نخليهم يبردوا وغادي نرجع معكم ان شاء الله. فوالا كما كتشوفوا لي كاب كيك ديالي ها هما بردوا. ما نقولوش بردوا 100% ولكن يعني زربت عليهم كما كنقولوا بردوا واحد النص ديال البروديه باش نوريهم لكم انتوما. صراحه كيجيو رائعين وكيجيو يعني هكا الوليدات الكوتي اولا الفطور ولا يعني شي حاجه ديال الدار تقدروا انكم تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور اولا تحتفظوا بهم غير هكا واحد المده ديال يومين ولا صراحه كتجي كميه لا باس بها يعني ما غاديش تبقاها لكم. وكذلك يعني كتجي يعني غادي تنفعكم الوليدات صراحه ولا الضيوف ديالكم المناسبات صراحه كيجيو رائعين رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم وترجعوا عليا راكم ما غاديش تندموا. طريقه جد سهله وما تنساوش ديروا فيهم الخل باش يجيوكم تبارك الله منفشفشين كما كنقولوا بحالهم بحال البونج. طريقه جد سهله وهادشي ما كان. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله نوريكم كي كيجيو من الداخل كيجيو رائعين كما قلت لكم راهم باقين ما بردوش يعني 100%. خليتهم هكا غير واحد 10 دقائق ومن بعد شاركتهم معكم. هانتوما تبارك الله كيجيو رائعين وناجحين 100% يعني ما غاديش تعذبوا على والو كما كنقولوا. هانتوما بالنسبه لهادي ديال الكاكاو وكذلك بالنسبه لي كاب كيك ديال النكهه ديال الليمون هانتوما تبارك الله كيجيو غزالين غزالين. كنتمنى انكم تجربوهم وكذلك ما تبخلوش علينا بالبصيمات ديالكم والبارطاج مع الحباب والصحاب. واللي مازال ما تابوناش في القناه كنقول له مرحبا بكم الف الف مرحبا. ودابا جينا على نهايه الفيديو كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم والفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كذلك سمحوا لي على الصوت بزاف بزاف كنتمنى طريقه الشرح تكون وصلت لكم ولهلا يخطاكم عليا. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم جربوا لي كاب كيك ما غاديش تندموا عليهم وكذلك تهلاو لي فراسكم خليتكم فرحة الله. إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.